مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لاختياركم تونسنا تي في خلال هذا اللقاء ونحن نعد في هذه الحصة نسجلوا في هذه الحصة المجلس الوطني التأسيسي بصدد منح الثقة للحكومة الجديدة حكومة علي العريث ولكن فما شعار ترفع الحقيقه منذ 4 جونفي وقبل حتى ربط جونفي من الحوض المنجمي هو ترفع هذا الشعار اعلام حر وقضاء مستقل ما الذي تحقق في هذه المنظومة منظومة القضاء ما هي إنجازات أهم إنجازات السيد نور الدين بحيري اللي هو نذكر السادة المشاهدين السيد نور الدين البحيري بشكون الوزير المستشار السياسي لدى رئيس الحكومه وهي وهو منصب هام جدا ولكن في فتره السيد نور الدين البحيري ما الذي تحقق للمنظومه القضائيه وللقضاه ولمطالب القضاه بصفه عامه؟ معنا يحضر معنا القاضيين المعفيين بين ظفرين السيد القاضي الحبيب الزمالي اهلا وسهلا بك مرحبا بك في تونسنا تي في والقاضي المعفي ايضا السيد نوريك تاتا شكرا لك لانك تنقلت تكبدت تكبدت مشاق السفر من قفصه الى هنا في تونس لتسجيل هذه الحصه كان تعرف عليكم شويه شنو هي شنو هي الحكايه شنية هي الملف هذايا على اي اساس تم اعفاء آه اعفائكم الزوز واعفاء عدد كبير الحقيقه من القضاء 75 قاضي على الليسته كانت 82 من بعد تزح انه فيها واحد متوفي آه الله يرحمه آه قاضي آه متوفي ثم ولا العدد 75 حبيت نقول ايضا انه ما غيبتش وزاره العدل لانه اتصلت بالسيد المستشار لدى وزير العدل السيد محمد فضل السيحي اللي ما تمكنلوش باش يجي قال احنا في وزاره جديده وفما وزاره جديده باش يتم تنصيبها اذا خلينا فرصه قلت له راهو باش على الفتره السابقه مش على الجديد ايضا اتصلت بالسيد الرياحي الملحق الصحفي و وعبر لي على انه علاش الحصه هذه بالذات في هذه الفتره بالذات علاش تو لانه السيد الوزير الجديد ايضا لابد ان يكون مطلع على اهم تساؤلات في السلك القضائي. مرحبا بكم الزوز والكلمه ليك سي الحبيب زمالي. شكرا لقناه تونسنا تي في على الاستضافه. وانا نعرفك بالراحه يا حبيب الزمالي كنت اشغل خطه مستشار لدى الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه بجابس الى حدود 28 مايو 2012 تاريخ اعفائي من طرف وزير العدل السابق نور الدين البحيري. نعم. وفي الحقيقه كيفاش سمعت بالاعفاء معناتها كفايه والله عملية. بكل صدق الى حد اليوم لم يتولى شخص اعلامي اعلامي إلى, الى حد الان لا بطريقه كتابيه لا قانونيه لا حتى بالهاتف. بل هي مزية من علي بها زميلي في جابس يوم الاثنين 28 ماي كنت بصد على مستوى طريق القروان في اتجاه جابس باعتباري أني نخدم من هذا الثلاثة فاتصل بي وقال لي يا سي الحبيب لو اسمك في القائمه نتاع القضاة المعفيين احنا كنا نحطوها في يعني انت ما شفتهاش القائمه ما شفتهاش وقتها ما اتصل وقت بك حتى حد وقتها حد ما شفتها ما شفتهاش القائمه حد هو كان لحد الان لحد الساعه ما لم قائمة. لحد شيء ما فماش حتى قائمه القائمة أعدها وزير العدل خلف الأبواب المغلقة لا أدري في وزارة العدل ولا أدري في مونبليزير ولا في أي مكان آخر نعم لا. لأن اتخذ قرار فردي وبقية الهياكل الممثلة للقضاة لا علم لها بالقائمة يوم 26 ماي صرح السيد الفضل السيحي مستشار وزير العدل للقنوات التلفزية وصرح وقال أنه تم قرارة وزارة العدل إعفاء 82 قاضي من مهامهم نعم. لا نعلم من هم هؤلاء الـ 82 يوم 26 مايو وتزامن ذلك مع عزم جمعية القضاة على عقد جلسة عامة خالق العادة يوم 27 مايو للتدارس في خضم ذلك الزمن في تلك الفترة فيما يتعلق بأحداث وقد استنكرت الجمعية الحقيقة جمعية القضاة كان موقفها بالضبط. واضح واضحا والسيدة كرسوم كان القاضية الفاضلة كانت موجودة معنا في هذا المنبر واستنكرت هذه الطريقة ربما بالضبط. اللي ما فيها الشفافية وهذا موقف واضح وبيانات جمعية القضاة واضحة في ذلك تصور سيدتي أنه مع احترامي لكل عامل ولا عمل شرف حتى عملت الحضائر لابد من اجراء انه كي واحد باش تقص عليه الخدمه تعيط له تقول له سي ما عادش الخبزه بيناتنا احنا لا سبي... لا, لا وجود لمثل هذا الاجراء وكان انتهاك سارق صارخ للقانون وللاجراءات وتولى وزير العدل اعداد قائمه بنفسه او بمستشاريه في على مستوى ديوان وزير العدل نعم. وتم اتخاذ القرار وتسربت الاسماء يوم الاحد 27 مايو ويوم الاثنين 28 مايو وخرجت اسامي ودخلت اسامي وبدل فيها شكون بالمحسوبيه وبالتدخلات وكذا وكذا فوجدت لما اعلمني زميلي باني من القضاه المعفيين قفلت راجعا الى تونس وتابعت الاخبار مثل بقيه الشعب التونسي واستمعت الى وزير العدل وقال اننا قررنا اعفاء 82 قاضي من مهامهم على خلفيه فساد وانه لا مجال ولو 1% في, في الشك وقسم هذا الفساد الى فساد اخلاقي وفساد مالي وفساد إداري نعم وصرح يوم 29 ماي انه فتح باب التظلم نعم. للقضاه المعفيين في اجل ثلاث ايام. فقط فما تصريح وإحنا نسخه منه لدينا الان تصريح على قناه الوطنيه الاولى بتاريخ 29 ماي 2012 في معرض جوابه على دواعي عدم احاله ملفات القضاه المعفيين وعددهم 82 قاضيا على مجلس التاديب يقول السيد وزير العدل نور الدين البحيري وفي غياب المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تاديب وفي غياب إمكانية حالة الملفات لأن القضاة لهم حصانة إيش نعمل نكتفوا يدينا ونسيبوا الماء البطيخ ونخليه الناس اللي قدموا شكايات ومواطنين بحجج وبراهين وادله الناس ترى بالاحمر ضد قضاة وهو يشكي به ويشكي به ويقدم الحجه ضده وبعد يرجع غدوة يلقاه منتصب ويحكم ضده في المحكمه يعني سيدي القاضي المعفي نور الدين كتاتا شنو تعليقك على هذا الكلام؟ هو في حقيقه الامر يعني قال عندي براهين وادله البراهين والادله اعطونا نجيو مدام نمشيو نعم. بالتدرج كما كما قال سي حبيب نهار 28 انا من الناس وقع اعلامي بالهاتف من طرف الوزاره؟ لا كلمني السيد السيده الرئيس لولا فهمت ولا قالت لي سي نوري راهو في القائمه نهار 29 اتصلت بالوزاره قابلت السيد مدير ديوان سي رضا بن محمود قال برا اعمل تظل عملنا تظل وقتها صرح السيد الوزير وقال لدي البراهين والأدلة ورحنا معم. عيطنا لهم ونبهنا عليهم وواصلوا الغي متاحا بعد الثورة أنا أتحدى أي إنسان أي مسؤول في الوزارة إذا كان يثبت لي يعني أن يدخل الوزارة قبل 2006 خذيت رخصة مغادرة من ذلك التاريخ لو قع استجوابي لعيتوني عن طريق الرئيس الأول عن طريق الوكيل العام لم تتعلق بي أي حاجة لأ عندي إنسان شيء كبير لا حي ولا ميت عملنا تظلم متاعنا وقعدنا ننتظر كما السيد القضاة الكل من بعد بداوا يعيطوا بشويه بشويه بالمجموعه بالمجموعه نعم السؤال اللجنه قال هاي اللجنه وقت دخلت الجمعيه ودخلت النقابه وكيفاش ومش يحضروا وكذا قال نعملوا لجنه اللجنه شكون تركب فيها؟ يترأسها السيد المتفقد العام مع اربع متفقدين مساعدين تجي ورقه بيضة من الطاق الفوقاني من عند السيد الوزير يسأل القاضي فلان الفلاني فلان في خصوص كذا يعني حد سيد المتفقد العام شو معناتها ورقه بيضة مثلا من بين الاسئله ورقه فيها سؤال سؤال مكتوب ينسب له ينسب اي سؤال بخط اليد السيد الوزير اليد, نعم اليد نعم, نعم, نعم بخط اليد نعم مثلا ثم سؤال مش تحوم حوله يعني شبهات رشوه شبهات بدت عليه علامات الثراء وتحوم عليه شبهات الرشوة أعطيني شكون شاكي به شنو دليلك انت على الرشوه نتاعو؟ راهي الرشوه فيها نص حتى على القضاء وهو اللي يقول اللي عندنا حصانه قضائيه لا القاضي عنده حصانه قضائيه مطلقه ماشي حصانه قضائيه مطلقه انت كوزير عدل اذا كان هو ارتكب جرم تنجم ترفعها عليه الحصانه بمقتضى قرار وتحيله على المحاكمه نعم. مش ما هو السيد نور الدين البحيري عنده البلا بلا السياسيه نعم. يدخل بها على الجمهور ما يخليهمش في دو يقول كويسة. قد مشكلات ومواطنين بحجج وبراهين وادله هذه يعني تو الورقه اللي جات بالنسبه ليك حكايه معناتها باش نكون صادق في نعم. كلامي انا مانيش عارف الوضعيات الكل اما ثم في خلال ممكن حول 20 ما ثماش حتى شكايه تنشر في قاضي اتحدى اي انسان يجي في اشكال من غير ما نسمي الاسامي نشرت في قاضي. نعم. سي الحبيب زمالي انت مش تحوم حولك شبهه ولكن قريت الورقه اللي سيادتك قدمتها لي وهي الحقيقه اقل ما يكون عنها انا مضحكه. نعم. باعتبار انه يقول شرب الخمر. اي نعم. نعم. هي نعم. اي نعم. هي كانت تسامحني قبل ما نجاوبك على حكايتي انا معنا مع الدين البحيري ومع الخمر نعم اما كنا ناصلوا للقضاء وزير العدل هو لما تم سن قانون المؤقت المنظم للسلطه العموميه في الفصل 22 منه وقع التنصيص على انه سيقع احداث الهيئه العليا الوقتيه التي تشرف على الشان القضائي بمقتضى قانون اساسي من المجلس التاسيسي ولكن من ديسمبر من تاريخ القانون المنظم للسلطة إلى تاريخ الإعفاء السيد سيد وزير العدل السابق يعمل على تعطيل هو وكتلته حركة النهضة في المجلس التأسيسي على أحداث هذه الهيئة وتفرد بالشأن القضائي وفعل به ما يريد تسميات مذكره عمل ترقيات خارج القانون خارج مجلس كل القرار. هذا يعلله بغياب المجلس الاعلى للقضاء ولما سئل في 28 مايو عن غياب المجلس الاعلى للقضاء قال, قال ليس هناك مجلس الاعلى للقضاء وليس هناك مجلس تاديب وانا اتخذت القرار طبق القانون ولكن في 13 سبتمبر 2012 أعد الحركه بنفسه لا. واستدعى اعضاء المجلس الاعلى للقضاء وامضوا على تلك الحركه واحالها على رئيس الجمهوريه الذي امضاها بدوره. بدوره نعم نحن عندنا ثلاثه رؤساء جم... رئيس, رئيس الجمهوريه رئيس المجلس على القضاء السيد رئيس الجمهوري نعم رئيس المجلس على القضاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رئيس لعلى المجلس على القضاء ورئيس المجلس التأسيسي وثلاثه رؤساء انا اتصور أنهم ما عندهم صلاحيات السيد نضين بحيلي ك... كان بنفسه رئيس حكومه العدل فهو الذي فعل بوزاره العدل ما اراد واستسمحك هنا لا. ان السيد نور الدين البحيري دمر القضاء والان وقع تعيينه وزير مستشار سياسي لدى رئيس الحكومه سيدمر الدوله التونسيه وتذكروا يا شعب التونسي تذكر ماذا سيفعل نور الدين البحيري بهذه الدوله لانه دمر الشان القضائي ودمر القضاه ثم قاضي تو ينجم يخدم باستقلاليه وينجم ياخذ قرار بجراه ويشوف في انا معفي وسي نور الدين معفي بدون تهمه بدون احترام نعم نعم الاجراءات نعم على كل ناتي الى وظيفتك لأن الحقيقه معروفه برشا ومشهوره جدا نعم وهي نعم مضحكه في نعم اخر نعم المطاف نعم معناتها مضحكه ليش في هذا السياق العام نعم ونحن نمشي نعمل ثوره كامله من اجل العداله والكرامه وكرامه والحرية الانسان والحريه ومن اجل ورفعت شعارات من اجل قضاء حر واعلام حر وقضاء مستقل في هذه اللحظه بالذات المضحك هاو باش نشوفوه انا معك المضحك نعم. انني كما مثل ما ذكرت لك بالبدايه انا اعمل بجيبس نعم مستشار دار الجنائيه في جيبس يوم 19 ماي نهار سبت انا نسكن في تونس انا مشيت لطبلقة. طبعا قعدت مع اصحابي وواحد عادي معناها كيف اي انسان معناها نخدم جمعه كامله هذا السبت من حقي حريتي الشخصيه نعم. مشيت وقعدت واصحابي نظاف معناها مدير بنك مدير اوتيل تصور نتصور معناها نتصور السيد قاضي باش يعني مع كان بالمناسبه لا زميل لا موجود اسمه وليد لوغيني يخدم في ابتدائيه تونس اثنين تو كان من ازلام النظام السابق وهن يخدم هو أنا معه. وهذا الكلام عند سيد قاسم نعم. معناتها هذا الكلام. تحمل مسؤوليتي فيه. أتحمل نعم, نعم. قدمت به شكايه نعم. جزائيه وشكايه لدى وزير العدل والى الان ننتظر مالها. نعم. فالتقط لي صوره وانا اتناول الجعه وبعثها الى وزاره العدل هو الوحيد اللي كان قاعد معنا معنا بعثها لوزير العدل بعدها باسبوع خرج اسمي في القائمه. لما اتصلت بالوزاره وفتح وزير العدل من علينا بفتح اجال التظلم ثلاثه ايام، لا ادري من اين اتى بهذا الاجل، لا موجود لا في القانون الاداري لا في القانون المدني لا في قانون الوظيفه العموميه، على كل تظلمت مثل الجميع ولما اتصلت بالسيد رئيس الديوان وسيلفاضل الفاضل الصيحي وهذه اللجنه المخالفه للقانون التي شكلها وزير العدل داخل صلب التفقديه العامه برئاسه المتفقد العام مثل ما ذكر زميلي. نسب إلي أنني معروف بتناول الخمر والجعه وغير ذلك. يعني كي وقفت أنت قدام هذه اللجنه شو آه. قالوا لك بالضبط هكا؟ قالوا لي أنت عندك صوره وأنت تتناول الجعه فقلت له بدون صوره لما تسألني هل أنت من الذين يتناولون الجعه فإنني أعرف كيف أتناول الجعه ولا أحد يتدخل في ذلك. نعم. لأنه حريه شخصيه قيل لي من طرف اللجنه. أنك منذ سنة 2001 ولدت شكاية مجهولة المصدر إلى وزارة العدل وتحتوي أنه ثم شكون شاهدك وأنت تتناول الجعة من 2001 ل 2012 وأنت تتناول الجعة من شكون يسا يساني يسا فيها الحكاية هذه هي حرية شخصية والله غريبة غريبة أنه معناتها أن يقال هل نحن في دولة دينية أم في دولة مدنية أنا قلت هذا, هذا رئيس اللجنة هذا قلت له سيدي المتفقد العام لو لو اعلمت الشعب التونسي واعلمتوني انا شخصيا ان الدوله اصبحت دوله دينيه وقتها ساقرر اما مواصله العمل في القضاء واعيش حريات جمال احرم نفسي من حريتي الشخصيه اما ان يقدم استقالتي ونمشي على راحي نشرب بيضة ولا نشرب شراب اللي نعمل نعمل انا نصلي نزكي انا حر نعم. وما شفتش ان ثم بي بيت المال المسلمين والزكاه والواحد باش الواحد سيه يعمل لحيه يسيب لحيه وقال شنو يولي قاضي من القضاه الامام صحنون رغم انه قاضي فاضل واسس القضاء في تونس نعم نعم في, دونس نعم دونس نعم سحبيب في, نعم في هذا الصدد عندي قصه نحب نسمعها حالها مش من عندي انا نعم الامام مالك وما ادراك ما الامام مالك نعم يدور في البصره فوجد انسان مخمور متك على الحيط ويعيط الله تلفت الامام مالك قال عيب يعني انسان مخمور وينطق بكلمه الله خذاه شويه ماء ومسح له فمه فهتف له هاتف في الليل قال له يا إمام مالك أنت طهرت فمه وأنا طهرت قلبه ما أبعدنا على الشيء هذا يا نعم يعني إن إن شخصية حتى في شخصية الحقيقة معناتها ما هوش وقطع الأرزاق آه نعم وقطع الأرزاق احنا من نهار 28 ماي بدون مرتب بدون تغطية اجتماعية وحتى كي لنا المنحة قصوا علينا التغطية الاجتماعية اللي ما تمتعناش بيها؟ والحيطه الاجتماعيه اللي ما بها لا اله الا الله بالله سامحني معناتها تحس انه مظلمه ومظلمه الحقيقه آه مش مظلمه نعم اهتز لها الكون يعني نعرف القرار صدر في 28 ماي وليداتنا تعدي اللي في الباك في الباك اللي في السيبيريور في السيبيريور شو تتصور انت تاثير الصدمه هذه يعني العائل الوحيد اللي على ولداته ويلقى روحه بطال فالثورة هذه القرار نتاع المراجعة اللي رجعوا فيها تسعة بعد ما أقسم أقسم في موزاييك أنه مظلم حتى واحد ورجع تسعة تقصد في سيد نور الدين بحيري أقسم سيد نور الدين أقسم في موزيك نهار 29 في ماضي أنا. ساعة نسمع فيه قال أقسم بالله ما, ما, ما ولدينا الدلائل والحجج والبراهين الثابتة ومظلمنا حتى واحد في اواخر ماي في اواخر جوان وقع رجع تصحى زملاء ربي عيني في الفترة هذيك وليدات في فترة الددارك نعم كيفاش راجعوا انت تو عندك معايير عفيت بها ومن بعد رجعت من خلال شنو اللي نعم. شنو اللي تبين لك شنو اللي نزاد لك جديد كوزارة انت كي لك أه سي نوريا تاتا لك شنو قالوا لك أه من المضحكات المبكيات خاطر اكثر من المضحكات المبكيات لا, لا اكثر انا نعم تفضل انا ما ما ثماش تكون شيء كبير. نعم. انا في 1992 نعم دي بيان 1992 اشتريت سياره أه... اللي منقولولها احنا في سي نعم فلما جينا مش نخلصوا المعاليم الجمركيه اتضح انه السيد اللي له منحه يتمتع بالرخصه هذه ما سمحلوش القانون ما عندوش عامين فجوا المطلب بالرفض قلت له حد شيء قلت له هذه سيارتك سويرداتي في شيء عيب فما حتى شديت انا جواز عندي اشتكى بيه للتفقديه هذا هو المشكل اتحل المشكل وعوقبت بالايقاف عن العمل ثلاثة اشهر وتمت نقلتي من سوسه الى توزر منذ ذلك التاريخ 1000 وت... ما... فيفري 1992 هذا اللي سهلوني عليه لا قالوا لي راه فلان شاكي بيك ولا فلان يسالك ولا فلان ارتشاك ولا قذا فكيت هذا هو ما سئلت يعني لو كانت لعينة. الجنايه الجنايه تسقط في خلال 10 اعوام نعم. ساحبي. برب بربي تسامحني تفضل هو أليت فضل... اليه هذه اليه اللي قال سينو البحيري انه تولى تطهير القضاء نعم ب 82 هذا ما رجع تسعه مساكن هم زملائنا زاد كيف نعرهم. نعم هم اعفاهم بدون معايير وبدون اسباب ورجعهم بدون اسباب زاد وهنا تدخل فيها الشك سي نورمال هي المحسوبيه ما, حلق ما عليهم على كل اليه العفاه هذه هي شنو <applause> العفو هي اعتمد على الفصل 31 من قانون 67 المنظم للسلطه القضائيه نعم هذا الفصل وقع الغاؤه سنه 88 بمقتضى القانون المحدث المعدل على القضاء فوزير العدل اعتمد على نص ملغى الفصل 31 لم يعد له وجود <applause> العفو واعتمد تو كنا حتى في الاجوبه نتاعهم في المحكمه الاداريه اعتمد على الفصل 44 اللي هي تحكي على منحه تعفيها القضاه نعم وامامي النص الفصل 31 يعرض كاتب الدوله العدل كيفاش كان يقع انتداب القضاه ملفات الناجحين في المناظره على المجلس الاعلى للقضاء لابداء الراي ثم رئيس الجمهوريه بقصد تسميتهم قضاه نوابا ما عادش عندنا قاضي نايب تو عندنا ملحق قضائي في المعهد الاعلى للقضاء يقضي عامين ويتسمى اوتوماتيكمون بعد العامين هذمكا بمق... بالمجلس الاعلى للقضاء الفقره الثانيه ولا يمكن هذا 67 ولا يمكن ترسيم القاضي النائب الا اذا قضى سنتين على الاقل مباشره للعمل وبالتهاء هذه المده ينظر المجلس الاعلى للقضاء في ترسيمه او في اعفائه فالترسيم القاضي واعفائه وانهاء مهامه واستقالته ورفع الحسن عنه كله من اختصاص المجلس الاعلى للقضاء اين مجلس الاعلى للقضاء الذي قتله الدين البحيري في ماي واحياه في سبتمبر هذا الوزير تعسف علينا واستبله القضاة واستبله الشعب التونسي وسوق لفسادنا ولا ملف لا ملفات لا وجود لملفات فعندما اتصلنا بهذه اللجنة وتم استدعانا من طرف اللجنة تلقى عنده ورقة فيها تصويرتي الاسم واللقب والسيرة المهنية نتاعي ومن لوطة تهبط له ورقة أنبوت بابيه من رئيس الديوان ولا من وزير العدل من فوق المتفقد العامة يسأل القاضي حول تناوله الخمر يسأل القاضي حول علاقته بسليم شيبو يسأل القاضي أي نعم ثم شكون قال له عندك علاقة بسليم شيبو كيفاش علاقة مع قرابة ولا شو علاقة آه شافوه صوروه زدوه لا مع لا سليم لا لا ثم كبير. قضاة ثم أنا أنا كليبيست فهمتني يمكن هذا اللي شارك في عفائي تلقاه سبيرانتيست هذا اللي عفوه مثلا سليم شيبو كان شاد رئيس الترجي سي نورمال رئيس جمعية والواحد من المحن المحن من نتاع مشكله معناها كي يبدا يعرفوا قطع نظارة سليم شيبوب شنو عمل له عملش ما فيه احنا قضاة نعم. ما في السياسه وقت فهمتني يعني وضعيات من هذا القبيل معناها ثم شكون كمبياله كمبياله مش خالصه كمبياله مش خالصه تعفي ومش حد فهمتني يعني ما ثماش تشكي لا لا شكا بيه وجاب شهاده خلاص معناها بعد ما شكا بيه جاب شهاده خلاص الراجل مشى خلصه ولا ما خلصه ما يهمناش نعم احنا لا خلص على كل تسريح سيد وزير العدل نور الدين بحيري يلقاه بقصر رئاسه الحكومه بتاريخ 8 جوان 2012 على القناة الوطنية الأولى والتسجيل لدينا أيضا أي حاجة نقولها رو عندنا التسجيل الآن تم إعفاء عدد من القضاة من مهامهم وتم اتحال ملفاتهم على رئاسه الحكومه لامضاء اوامر الاعفاء طبق القانون المنظم للوصولات ويكون بتاريخ 26 ماي 2012 كما تبين وتاكد لنا اليقين في بعض الملفات واتخذنا قرار الاعفاء وان شاء الله ما ظلمنا حد هو لي هي هي آه. كيقول ملفات هو المفروض شنو يصير هو؟ المفروض وزير العدل يحتكم على ملف مثلا شخصيه وضعيتي انا يعني يحتكم نعم. على ملف معين اما انه يحتوي على اخطاء تاديبيه ونورمالمون يعديني على مجلس التاديب وانال الجزاء اذا كان ثم اما اني عندي اخطاء جزائيه وشا وقال شاركوا في احكام انا اتحدى وزير العدل ان ياتيني بحكم انا دخلت للقضاء 97 اتحدى وزير العدل ان ياتيني بحكم فيه محاكمات سياسية وكنت طرفا فيه كنيابة ولا كمجلس لا سبيل إليه كون بالازار أنا من 97 حتى لل 2012 الماي 2012 عمري ما شاركت في حكم في محاكمة لرموز للمعارضة قبل ولا للسياسيين ولا للإخوان المسلمين ولا للجيش عمري ما شاركت عمري ما ارتكبت خطأ إداري فقط انه جات الحكايه هذه حكايه شخصيه معناها انا أتصور هو هو ما نتصورش فقط حكايه شخصيه ولكن نتصور انه خلف طومبا نحكيو الخلفيات في إقالة 75 قاضي بالضبط واللي عندهم فما ناس فيهم معناتها كيما تقول بعضهم متوفي يعني هي في, حق آه في هي حقيقة هي الخلفية؟ هي في حقيقة احنا نحكيو توا على الواقعة على الواقعة الواقع وعلى الأمر هي ورقه شخصية هذه معناتها شهادة حية من لم نجابه لم ن... هذه اللجنة التي كونها وزير العدل ولو أنها مخالفة للقانون التي نظرت في التظلم اللي قدمناه ولكنها لا تحتكم إلى ملفات ما عندها حتى شي عندها ورقة فيها تصويتي فيها واحد ما عندها حتى شي تجي تقول لك اسمع سألك السيد وزير العدل قال لك علاش تشرب في الشراب سألك وزير العدل علاش مشيت مأخر الخدمة سألك وزير العدل علاش ما خلصش كامبيالة هذا اش هذاش هذا موجود الا اذا كان هو جاته تقارير من حماية الثورة وجاتوا تقارير من الحركة متاعه على حبيب الزمالي وتاريخه أنا علماني أنا كنت في الجامعة نكتب في الجرايد ونكتب على الديمقراطية وعلى العلمانية بو دخلت القضاء ما عادش نجم نكتب في حاجات كي نعم. وربما هذه التقارير التي اعتمدها وزير العدل لإعفائي من مهامي معناتها معناتها الإنسان اللي عنده أفكار يولي فمن من مهامه سي نورمال ما دام شوف هو شك ما دام ما ثماش ملفات وما واجهنيش وما عدانيش على مجلس التاديب وما نعرفش شنو اللي عندي انا لا اصدق انه عفاني على تناول الجعه وربما مقالاتي انا كنت نكتب مقالات نكتب على العلمانيه نكتب على الديمقراطيه نكتب لا للفصل بين العروبه والاسلام اللي هم ما يحبوش الحديث هذا ونختلف مع الاخوان المسلمين وقت وقت في الجامعه هذه كل لما دخلت القضاء ما عادش نجم نكتب في السياسه والواحد تقول لي انت علاش تشك في الحكايات هذه مدام ما دام ما ثماش شفافيه ما ثماش محاسبه تبقى القانون سي نورمال باش نشك كاتوريا تريفير و سي القرار ما عنده حتى مصداقيه خاصة وأنه مخالف للقانون ومخالف ل 67 وحاجة أخرى يستبلهنا بها سيدنا الدين البحيري نعم ذي باش نجي على حيث صدر قرار فعل العارض بأمر من رئيس الجمهورية أي نعم نعم كيف استبله القضاة؟ نحن قضاة يا رسول الله وسي الدين البحيري قال درواه كما احنا قرينا درواه نعم. أخي ما يعرفش راهي ثنية الكذب راهي قصيرة هو سمانا في المجلس التأسيسي وقت اللي سالوا فيه الساده النواب على القضاه المعفيين قال هذوما سلطان نخذوا الجسم القضائي كيفاش نخذتوا انا الجسم القضائي؟ عديتني على محاكمه ثم محاسبه ثم مجلس تاديب ثم حاجه ديني انا بل بالعكس انا انا اقول هنا صدقوني يا شعب تونسي سنة الدين البحيري بالبوست اللي شدها جديده سيدمر الدوله التونسيه والدليل على ذلك انه في جواب وزارة العدل على القضايا التي قمنا بنشرها أمام المحكمة الادارية. نعم، هذيك الورقتين في قضية، في قضية من القضايا، عددها قضية عشر ألف. 128635 انظروا يا شعب تونسي ماذا يجيب وزير العدل؟ رد على الطاعون اللي قدمناه في المحكمه الاداريه وحيث ان قرار الاعفاء الصادر في حق القاضي صدر في شكل امر من رئيس الحكومه عملا بالقانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطه. هذه في القضيه 128635 في قضيه 128628 انظروا ماذا يقول وزير العدل؟ وحيث صدر قرار اعفاء العارض بامر من رئيس الجمهوريه هل اعفانا رئيس الحكومه ام رئيس الجمهوريه صحيح هو اعفانا سينور ولكن ما فيهش حتى امضاء بينما الرائد الرسمي خرج بامر من وزير العدل هل وزير العدل يصدر اوامر ومع العلم اننا الى اليوم لم نتحصل على هذا الامر انا باش نبدل بطاقه تعريفي نمشي للبوليس نهزلو الجريده نقول له انا راني كنت قاضي باش نبدل معاش ماذا بي معاش نحب نشوف الصفه هذه عندي في بطاقه تعريف باش نجم نعيش حياتي نمشي للبوليس المركز نقول له اسمع نجيب نهز له الجريده تنشر فيها اسم نقول له راني ما قاضي انا قالوا لي جيب ورقه اللي انت ما عادش قاضي ما عنديش الورقه هذه ما عنديش ما <applause> وهنا وهنا أرجوك أكيد أرجوك أنه فما شو ما هو تدليس هو تدليس هو تدليس أي. انا اتهم الدين البحيري بالتدليس نعم. لان الى حد اليوم لم اتسلم الامر اعطيني امر من عند رئيس الجمهوريه ولا من عند رئيس الحكومه ولا من عند وزير العدل بما ان احنا في قانون الغاب او في قانون في دوله لا تحترم القانون هذه دوله هذه الحكومه وزير العدل على الاقل لا يحترم القانون اعطيني الامر فيدي حاجتي به انا عملت مطلب في وزاره العدل ما ثماش عملت مطلب في رئيس الحكومه ما ثماش اتصلنا بالرئاسه ما ثماش وهنا اسال رئيس الجمهوريه بما انه رئيس المجلس الاعلى للقضاء لما امضى على الحركه في 13 سبتمبر 2012 تسألش على الأعفاء. ولم يت ولم يتولى الامضاء على الاوامر الاعفاء لانه القاضي ثم مبدا قانوني توازي الشكليات، القاضي يعين في القانون القديم بأمر والى حد الآن ساري هو قانون 67 نعم. نعم القاضي يقع تقع تسميته بمقتضى أمر من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وتنهى مهامه بمقتضى أمر من رئيس الجمهورية بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، أين نحن من هذا؟ نعم. أين نحن من هذا؟ لا وجود لهذا الأمر لا في رئاسة الحكومة ولا في رئاسة الجمهورية ولا في وزارة العدل نعم على كل حال هذا الكلام يلزم السادة القضاة المعفيين وإذا فما رد من السيد نور الدين بحيري أو ما من يمثله لا احنا مش في, هو في بلاتو كما هكا احنا مستعدين نعرف خاطر ما فيهاش في ما هي مسجل والإثبات. ولكن أه سمحني فقط يلزمني نقول الكلمة من أخلاقيات العمل الصحفي أن هذا الفضاء سيكون مفتوح أيضا لمن يمثل السيد نور الدين بحيري لكي رد على ما جاء في هذا الكلام رغم أني ونعاود نقول أني اتصلت بالسيد المستشار لدى وزير العدل على الأقل في الفترة السابقة سيد محمد صحيح. فضل السيحي والملحق الصحفي واللي تسائلوا علاش بالضبط في هذه الفترة بالذات علاش بالضبط هي الإجابة واضحة فما السيد نذير بن عمو اللي باش يكون قاضي بعد ما بعد ما يمنح الثقة مجلس التأسيسي لهذه الحكومة وزير العدل واللي هذا الملف من ملفات قضاة يتظلمون وقضاة بالوثائق وبالحجج يتهمون السيد نور الدين البحيري مباشره بانه فعل ما فعل في وزاره العدل احنا كما قلت لك هو قال عنده الدليل والاثباتات واحنا ما ريناهاش في التظلم لدى لدى الوزاره حتى مرحله معناتها حتى مرحله لدى لا 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 المحكمه الاداريه على ذكر المحكمه الاداريه حتى كي يخرج في وسائل الاعلام يقول هاي المحكمه الاداريه رفضت لهم التظلمات نتاعهم ماهوش صحيح راهو يشوه في سمعتنا بطريقه بشعه اللي رفضته المحكمه الاداريه هي مطالب قمنا بها في ايقاف التنفيذ في في شكل قضايا استعجاليه اش قالت المحكمه الاداريه ما قالتش ما عندكمش حق قالت راه ما سبقناش باش نظرنا في المطالب هذه نعم فهمتني لكن القضايا الاصليه ما منشوره ولكن مشيتوا و... للمحكمه الاداريه ولا مشيتوا للخطوه دي ولا اي قضايا منشوره المحكمه الاداريه وامتنعت الوزاره آه من تقديم نعم الجوابات نعم ردود هذه يعني القضايا في المحكمه الاداريه مش من عندنا معناها اه نعم نعم, آه نعم. نعم. من الكاتب العام سامحني من الكاتب العام للمحكمه الاداريه للمحامي نتاعنا هو اللي خذينا رد وخذينا ردود من محامين من من محامين اخرين نعم ولما نقارن هذه الردود وجدت كانه هناك استبلاه حتى في الرد معناتها فما فما سياسه سياس سياس مكيالينا نعم حاجه اخرى اختي سامحني نعم. في نطاق ان نبحث على ان نحب ونعرف واش عندنا ملفات اتصلنا بمنظمه هيومن رايس واتش مكتبها في تونس نعم. والتي اتهمها السيد نور الدين البحيري بالانحياز <applause> نعم. لما كانت زمن الجمر هيومن رايس واتش باش تعقد حتى ندوه صحفيه بن علي ما يخليهاش الوتيل فيه في نات واحد وتولت نفس السيستم قاعد يعود يترسكل من جديد عملنا لها تفويض باش تطلع على ملفاتنا واعطيناها حق اخذ نسخ ونشرها في الصحافه المكتوبه في المرئيه في المسموع ونتحمل مسؤوليتي في ذلك وقال وزير العدل لما تاتيني بتوكيل او تفويض ساتولى تسليمها كل ذلك نعم. ولما اتصلت به هذه ممثله السيده امنه والله نسيت اللقب تاعها اتصلت به وهذا التفويض من عشرة قضاه قال لا هذا قانون حمايه المعطيات الشخصيه ورغم اني ذكرت في التوكيل ناش. ورغم اني ذكرت في التوكيل اسمح لوزير العدل بعدم مراعاة قانون حماية المعطيات الشخصية واتعهد بعدم التشكي بأي شخص يعطيها يا اخويا لو خلي تشوف اخليها تنشر انشرها انت واتحداها انه ينشرها انا كرسالة لمجهود المصدر التي ذكر بها ان شهد الحبيب الزمالي يتناول الجعة ما انا احب ينشرها أنا. ولكن سمعني وانتم سادة قذات هل تناول الجعة في تونس مثلا توا في في نطاق الاصدقاء في نطاق المطاعم اللي فما في تونس يا اخي ممنوع معناتها على قاضي على قاضي هو مواطن مش عادي, مش في عادي, عادي في اقصى الحالات مواطن عادي لما يتناول جعه ويشد الحاكم السكر واضح هذا دينارات و800 اختي ها. احنا سينا نور الدين البحيري قدرنا على مستقبل صغارنا قدرنا على رزقنا نحالنا التغطيه الاجتماعيه وقفلنا مرتباتنا والى حد اليوم الواحد مش يمشي مش يخدم حتى هيئة المحاماة قدمنا مطلب وطلبت من وزارة العدل تسليمنا هالملفات على شبهة الفساد ما اعطاها حتى شيء قال هي علينا وتعطلت الامور هكاك ما ما عملنا حتى شيء. قضية أم دولة هي تعذر معناتها. يقول عاد نعم. نرجع نعم. نعم. نقول لك نهار 27 جويليا لدى سماع ولدى المجلس التأسيسي كما قال سي حبيب وشبهنا بالسرطان الذي ينخر جسم القضاء. نهارتها حدد المعايير الثلاثة اللي بناء عليهم هما وقع فاسد القضاة هذوما. ايش قال؟ قال لي حطوا يدين في ني... مع النظام القديم في حين احنا كي نحلوا قوس هنا نلقاو هو يخدم بازلام النظام القديم ومد لهم السيد عبد القادر البهلول وكيل العام تونس مدد له كان يطلع من جابس كان عندنا الوكيل العام في تونس كان يطلع من جابس وعلى مسؤوليتي الشخصيه الحديث هذا نعم. باش يسمع دوبوشا وراي من سل... من سي لطفي الدواس والقضايا عندي قضايا كلها عندي مش كما قال هو لديه الحجج احنا لدينا الحجج والاثباتات انت تسجيلات السيد نور الدين البحيري كله مسجل بالصوت والصوره مش مش نعم. لم افتري عليه ما افتريش عليه بكل واذا كان عن يحب نسمعوه نسمعوه ايش قال بالضبط ايش قال قال اللي حطوا يدين في دين النظام السابق والا شاركوا في مج... في احكام سياسيه جارة كما قال سحبيب انا تحدى انا خدمت في سوسه ما ثماش حتى احكام هي الاحكام السياسيه الكلها في تونس احنا ما خدمناش في تونس انا خدمت في سوسه وفي الجنوب في الجنوب شن هي السياسه اللي حتى محاكمات رديف ما شاركتش فيها انا في قابس وقتها واللي شاركوا في المحاكمات رديف الحوض المنجم يترقى ولا بس عليك لا مش لازم نسميه الاسماء خاطر لا ما شو نبحثوا مع بعضنا ان شاء الله بعد 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 لا واحد ربي نعم على كل حال ما اسمع ما كل انسان واللي يحس روحه معني مباشره نفتح له الحوار ويكون حاضر معنا هنا ان شاء الله بحضوركم ايضا ما لكي نقارع الحجه بالحجه تعرف احنا برنامجنا فاس فاس والجهه وزاره العدل قالوا لي ابعث فاكس وابعث شنو وابعث على كل حال والفتره الاقتصادية راهي ماهيش واضحة وفما وزير جديد باش يتم تنصيبه والسيد الوزير الجديد يسمو حتى يكلف هو شكون باش يتكلم نعم. نيابة على كل حال حق حقوق الناس وأعراض وكلام الناس لا تنتظر فهمتوا ما حناش مش نتراجعوا نعم. في كلامنا كيما نواصلوا مستعدين نعاودوا اه نعاودوا نعم. نعاودوا نعاودوا ونواجهوا الحجه بالحجه ديما ليه مدام وما يؤلمني نعم. انه تلك المظلمه التي سلطت علينا هم بالضبط عفاة 82 وزادهم اثنين 84، أربعة قدموا استقالاتهم وتسعة رجعهم 71 بالضبط اللي نعم. ورغم ذلك ورغم هول الصدمة حاولنا نتصل بجميع المؤسسات الرسمية والشرعية بالبلاد التونسية. كتبنا حتى. السيد رئيس الجمهورية في 28/8 ومشينا للقصر الرئاسي وما قبلناش. ورغم ذلك يعني ما ما خرجش حد من المستشارية اللي هما برشا لا, لا ما خرج حتى نعم واحد كان الامن الرئاسي هزونا المكتب الضبط حطينا الشكايه كما اي ولا, ولا حياه نعم لمن تنادي نعم, نعم, نعم كاتبنا السيد رئيس المجلس التأسيسي كيف كيف لا حياه لمن تنادي وما يؤلمني اكثر رئاسه الحكومه وما يؤلمني اكثر ان السيد منصف المازوقي يقبل هذا عصابات هذه حمايه الثوره يقبلها في القصر الرئاسي وانا قاضي عمري كامل نقرا ما يقبلنيش اه وعندنا رجال كبار معنا قضاة كبار بقطع النظر يا سيدي احنا ما نجد المحاسبة له. احنا مع المحاسبة نحن نريد محاسبة تبقى القانون وفي نطاق الشفافية وبالسلطة المختصة وقت اللي مدام وقت اللي بعثنا يقبل الحرابيتة حماية الطوارئ يقبلهمش نعم. رئيس المجلس التأسيسي أت... أ... أيضا يتحمل مسؤولية في عدم إحداث الهيئة الوقتية للقضاء مما فسح المجال لصيد نور الدين البحيري لينفرد بالشأن القضائي ويفعل به ما يريد ففعل ما يريد بنا نحن أعفانا ثم تولى أعداد الحركة القضائية لصيف 2012 وعطل إحداث الهيئة الوقتية وفعل ما يريد في الحركة فهناك رموز فساد حقيقة مع احتراماتي هو القضاء كيف أي مؤسسة أخرى نعم نخل الفساد طبعًا في العالم السابق طبعا سنة من الحكم ورغم ذلك أكيد أنه مش كثيرون جدا في القضاء نعم. والفاسدون أقلية قليلة ورغم ذلك فهناك من تم ترقيته وقد كان من أحكام الذي يشارك بتعليمات وينفذ الأحكام ويصرح بالأحكام بمجرد تعليمات من بشير التكاري ورقى من رقى و... ومنح الوظائف القضائيه لمن اراد كيفما اراد بالمحسوبيه بالولاءات. نعم. وانا استبشر خيرا بالسيد وزير العدل الذي ربما يقع منحه ثقة اليوم. انا اعرفه جيدا لا ليس معرفه شخصيه ولكن اعرفه من خلال ان درسني سنه. السي في نتاعو معناتها بالضبط نعم. في السي نعم. في لا وانا نعم. في الكومبيس وهو نعم. في الكومبيس. كان عادلا بين الطلبه. مهما يكن مهما يكن اب الطالب انا بابا ميكانيسيا وقضوا معي اولاد وزراء وكان سيد نذير بن عمو عادلا في منح الاعداد وفي معامله الطلبه وهو الى الان يدرس وانا متاكد انه لن ينقطع عن التدريس لانه انسان يؤمن بالرساله العلميه والرساله التربويه وانا لي ثقه كبيره في كفاءته وفي مهنيته وانا اتصور انه لن يترك هذا الملف جانبا انا اتصور اتوقع انه سيعيد فتح الملفات ومن ارتكب خطأ يتحمل مسؤوليته ولكن في نطاق الشفافية والمحاسبة العادلة نعم. واحترام القانون نجي تو مثلاً مزتنا تقريباً عشر دقائق على نهاية هذه الحصة ما هي خلفيات هذه الأعفاءات؟ حسب قراءتكم نعم الفضل. مش ينو... ان... ناكد على الكلام اللي قاله السحبيب احنا كي كتبنا رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه ورئاسه المجلس التاسيسي ما قلنا لهمش رجعونا قلنا لهم حاكمونا اجبدوا لنا ملفاتنا وحاكمونا من اذنب يتحمل المسؤوليه ولم يوم ومن لم يذنب المتهم بريده اه 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 الى ان تثبت براءته اه نعم. المتهم مدان نعم. الى ان تثبت براءته كيفاش مش نثبتوها نعم. الله اعلم إيه آه، هي الخلفيات هذه؟ الخلفيات هي ولاءات. انا ديما نحكي باسم شخصي لاني ما نعرفش انا ما نعرفش الحالات نتاع الساده الزملاء الكل، لكن نحكي على حالتي انا. انا نخدم في جابس عبد القادر البهلول. إذا ما هذه تتحط اون كوز قال الفرنساوي. عبد القادر البهلول هو الوكيل العام تاعنا. فطلب مني ان انقل له ما يدور بالدائره الجنائيه. كي غزرت نهارتها قال لي احنا في الله سبحانه لقيت شعري ابيض يعني ما يخرجش عليا كي رفضت افهم لي شو الاتحاد الاوروبي بعث لجميع القضاة اورديناتور محمول الوحيد اللي ما عطانيش كي اتصلت بالتفقديه قالوا لي اسمك ما جاش مكتوب في القائمه قلنا ما علينا بنتي يعني نشحت فما شخصية بينك بنتي نجحت في الباك نعم. انتنع امتنع من ارسال القائمه للتعاونيه باش تعطيها جائزه لانه اسم بنتي موجود في القائمه معنا سي حسين مبارك ومدام مبروك نعم بدون دخول نعم, نعم. نعم. لا نعم. لا يعني نعم. أي. على كل حال نعم. نعم. اي انسان يعتبر اسمه تجبد في مثل هذا الحديث ترشح للتعقيب سنه 2007 نعم. من 2007 وانا مترشح الرتبه الرتبه الثالثه بعث مع بعض الزملاء قال لهم يجي يطلب السماح وانا نرشحه ما طلبتش منه السماح ما صار ما بيني وبينه شيء مجرد اني لم انقل له فصار اللي صار هذا نعم. لانه قائمه الاعفاءات اعدها سي عبد القادر البهلول والحركه اعدها سي عبد القادر البهلول وكي ندوروا احنا توا على محاكم الجمهوريه كامله نعم. نلقاو في كل محكمه ثم موالي لسي عبد القادر البلوي نعم ماذا بينا من من لا رجلوش هو على مش لازم نعم. هو مش لازم ما نسيرش نعم حتى ما نذكرش اسمه مش مهم. لازم نذكر الاسم على خاطر من بعد باش يعمل بينا تشهير وكل حكايه لا, لا هو مش تشهير انتم انتم هو اللي شهر مش تونس نور قطاطا هو اللي شهر واتحمل مسؤوليتي في ذلك سامحني هو لاناره الراي العام واناره حتى للوزير الجديد يزمو يعرف السيد هذا شكون هو تو يشغل خطه وكيل العام في تونس نعم وعاد تمديد له وخرج نورمالمون هذا في التقاعد هو تو مدد نعم. له سي الدين البحيري هل هذا كله لكفاءاته؟ كل السيد اللي ذكرتوه أه أه نعم نعم, أه نعم. قلت لي شنو رتبته وكيل عام وكيل عام مرحبا به يكون موجود هنا معنا ويرد على هذا الكلام مرحبا به ولكم لكم ادلتكم والمسائل وله الحق ايضا في ان يكون حق الحق الرد وهو مضمون حسب ما سمعنا سمال لانه الشان القضائي له ضيق مش خوفا راهو التزاما بالمهنيه والحرفيه نعم 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 في التعامل مع الشان لانه الشان القضائي له باللي تعرف العباد والمحامين والحقوقيين ثم ثم كويزين ما معنى وكيل عام في تونس؟ وتبعت لي وكل جمهوريه لي وكل جمهوريه بن عروس وكل جمهوريه تونس وكل جمهوريه منوبه وكل جمهوريه تونس اثنين هذه مفاصل المحاكم هذه كلها عند الوكيل العام كلها لا باجا تبع بن هذه كلها عند الوكيل العام فهو سلويكي مانيبيل الشان القضائي تو وهو اليد الطوله نتاع الدين البحيري وانت هاو حتى كان على حاجه اخرى من حيث المبدا من حيث المبدا قضيه سامي الفهري نعم علاش ما يخرجش في الحبس؟ نعم ما داموا عبد القادر بهلول غادي ما يخرجش سامي فهمي من الحبس. انا كلام خطير الحقيقه. لك هالك هذا كلام خطير في انا ما نعرفوش سامي فهمي ما يهمنيش فيه. واسمع على كل حال فما فما كلهم تستولى على مليارات و هذيك مساله في الاصل. هذيك مساله في الاصل. اما محكمه التعقيب نقضت قرار دائره الاتهام ورجعته لدائره الاتهام باش تنظر فيه بهيئه اخرى. نورمالمون القانون ايش يقول؟ يرجع للنظر فيه في هيئه اخرى. يرجع الملف لما كان الحالة التي كان عليها الملف والمتهم المتهم كان بحالة صراحة عند التحقيق ودائرة الاتهام يصدرت فيه بتاقت فتفلسف السيد وكل العام تاع تونس وطلع على فقه قضاء كما قالها الأستاذ حسن الغضباني في قناة التونسية أتحدى الحقوقيين والقضاة المتقاعدين والمباشرين إذا كان يأتون بحالة أنها محكمة التعقيب وقت تنقذ قرار مثل قرار سامي الفهري يبقى السيد في الحبس بمكتوب الإنسان لا يوضع في السجن بمكتوب الانسان يوزع في السجن ببطاقه قضائيه ببتاقة. تصدرها النيابه العموميه بصفه استثنائيه اما هي من اختصاص المحكمه أو في فتره السيد نور الدين بحيري العديد من التساؤلات طرحت أه كما, كما مثلا قضيه رفيق أه بوشلاكة وزير الخارجية اللي تحط شيراتون جيد وكيفاش المحامي القاضي تبدل أو ترقى في آخر دقيقة اللي في هذه المسألة أيضا بالنسبة للقاضية قاضية قاضية, قاضية اللي تشرف على قضية سامي الفهري اللي نعم بعثوا لها رسالة مجهودة المصدر رسالة مجهودة المصدر لا لا ليلة التصريح بالحكم ليلة التصريح نعم انها ينسبوا لها انها ثم وشايه انها تلقت رشوه هذه الحقيقه طرائف ستدرس في 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 لا, في لا نعم والزميله نعم. عفاف شعباني اللي وقعت نقلتها من محكمه ريان البنزرت لانها لم تسام في مطلب صراح تنوبوا حرام السيد الوزير العدل نعم وذيك ملف اخر ايضا نعم ان شاء الله هي... نهار نلقاو الادله الكافيه لفتح سيدنا الدين دي. البحيري حتى في نعم، يا يا السيد الوكيل العام هذا اللي مدد له هو تو ومازال بدون زي... اسمه ربي رجاء لا لا أنا ما, أنا نعم. ما مش مشكل نعم هذا اللي مدد له كان من المناشدين كان من المناشدين وعند ولي في سياره تو لي من الوثائق والادله التي تثبت انه كان من المناشدين لرئيس عبد بن علي وكان وفعل ما يريد بالجنوب وهذا يتق... يتناقض مع مع معايير القضاء لا مع كيف يمكن ان سمح معايير, اللي ده اللي ده ده ده. ده معايير اللي قالها اللي السيد نور الدين آه البحيري اللي فيما يخص الاعفاءات على اي اساس ما شبه وضع ديون في نظام, نظام سابق نعم. او بزدب. فساد مالي ما يعرف عنه فساد ما يعني فهمتش فساد مالي كيفاش يكون معناتها الرشوه يعني زعما زعما خذا ورشوة آه وفساد آه. اداري لا اعلم ما نعرفش إداري, 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 اداري يعني, يعني حسب تفسيره إيه؟ هو هو نعم. خاطر المعايير الدوليه لاستقلال نعم. القضاء ولاداره الشان القضائي ثماش نعم. هذه وحتى وحتى الكوريكسيون التفسير التفسير نتاع الفساد اللي ورد في الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد لسنه 2003 أو في سنة 2008 اللي مصادقة عليها تونس الفساد مش هكا، الفساد تدخل في الشأن القضائي، الفساد السياسي أنه لما السياسي يتدخل في الشأن القضائي ويظلم إنسان تحت سواء من سواء نعم. من الإطار القضائي أو من المواطنين لما السياسي يتدخل في الشأن القضائي ويتدخل في القضايا ولا يمكن أن ينقل سي الدين البحيري أنه يتدخل في الشأن القضائي والمسيرة سنه كامله هو شد من من جانفي 2012 من بدايه جانفي الى حدود الى حدود اليوم هو تو مازال وزير عادل نعم لا يمكنه ان ينكر يمكن تدخله في الشان القضاء نعم اذا لمن يتساءلون ربما علاش نحكيو على هذه الفتره هذه فتره موجوده في تاريخ تونس الحديث واللي قريبنا جدا السيد نور الدين بحيري سيكون الوزير المستشار السياسي لدى رئيس الحكومه ولكن هذا لا يمنع ان نتحدث عن انجازاته بين آه ذفرين في هذه الفتره السابقه من انجازاته انه تم اعفاء آه عدد من الساده القضاه وشفنا مع تشهدات حيه بوجودكم السيد القاضي المعفي حبيب زمالي والسيد القاضي آه المعفي نور الدين ان شاء الله هذه السيفة آه ان كان لكم حق آه في ذلك آه ان شاء الله هذه سوف تتنحى ومشكل الشعب التونسي نعم. بانجازات سي الدين البحيري في الفتره المقبله وبشير هو انجازات سي الدين البحيري على, كل... على كل كل حال كلمه اخيره ربما بقى... كلمه اخيره في عهد البيات نعم البي نعم. كان يشاد السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه مخليها للمجالس وللمحاكم سينور الدين البحيري شد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ثلاثة انفرد بهم وفعل ما فعل في كلمة أخيرة أنا أتمنى على الحكومة الجديدة برئاسة السيد علي العريض ولا أتدخل في الشأن السياسي وبمشاركة السيد نذير بن عمو كوزير عدل لا نطلب المستحيل نطلب إعادة فتح الملفات ومحاسبة كل قاضي على قدر الاخطاء التي ارتكبها ان وجدت اخطاء ومقارعته بالحجه والدليل وبالملف ومنحه حق الدفاع يا رسول الله ثم المواطن بسيط واحد انا جبت ليكزامبل قبل واحد يسلق مواطن عادي يسلق دبوزه غاز من دار تتضمن له محاكمه عادله يسمع التحقيق ويتعدل دائره الاتهام ويتعدل دائره جنائيه ابتدائيه ودائره جنائيه استئنافيه ودائره جنائيه تعقيبيه وقاضي بمجرد امضاء من سينو الدين البحيري يقول هذا ما عادش يصلح للقضاء وبلوا هذه المحاكمه العادله نحن نطلب المحاسبه بشفافيه وتبقى القانون ومع احترام القانون طلب اخر الى اعضاء المجلس التاسيسي نلتمس منهم ونرجوهم ان يسارعوا باحداث الهيئه الوقتيه للقضاء وادراج احنا قدمنا حتى طلبات وبعثنا حتى المجلس التاسيسي تنقيح الفصل 35 بإعادة فتح الملفات هذه وإعادة مراجعة قرارات وزير العدل في خصوص الاعفاءات والحركة والتسميات بالمحابات يجب أن يقع التنصيص بالقانون الهيئة المؤقت لأن الملفات هذه ملفات حارقة لأنه نعم. قطع أرزاق 500 بشر واضح. لأنه 71 قاضي كل عائلة فيها ستة من الناس بارك ديجا 500 بشر نعم واضح وشكرا شكرا لك سينوري كتاتا كلمة واحدة والله كما عندي على نعم. قالوس يا كي ما نضيف على اللي قالوا سي حبيب احنا ما حناش حتى كما سبق وقلت لك كي كتبنا رئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه ورئاسه المجلس التاسيسي حكمون. حكمون نعم حكمون احنا مش عمل له سي البحيري خنزيد كل مره منين نتحركوا كي من هكا يقول احنا نعدوا في ملفات ومش نحلو مع النيابه العموميه والله من بين الانجازات نتاعو انه زميل والله خليني نقول هالكلمه هذه تحب. مسكين توفى سي خالد لهوي من الله يرحمه داعم. اثر حادث مرور لانه في قضيه قربص تاع الحافله الحافله نعم نعم قالوا له هاك انت ما حلتش السايق في حاله سكر جوا جوا هذا الكلام هذا ليه مسكين الراجل دخل لبعضه ويعمل حادث مرور ويتوفى على عين المكان يعني اللي انجازات نور الدين البحيري إنجزة. اللي في, في, من اللي شد من جانفي الفيفري اللي التو وزارة العدل ما صارش حتى في إنجازات حتى في عهد لا في عهد بوريب ولا في عهد الزينة نعم واضح على كل حال ديما فما كلمة الفورم سوسيال يكون تحت شعار عالم آخر ممكن تونس أخرى ممكنة هو تونس اخرى ممكنه في اخر المطاف الانسان ما ياسش نعم لا لا. من رحمه ربي وما ياسش أنه تونس ايضا للا. كما قال خير بسي ندير بن ان شاء الله وكما قال الصوت الذي اسكتوه شكري بالعيد الشهيد شكري بالعيد نقفوا لتونس هذه كلمه شعار كل آه انسان عندنا 12 مليون شكري ان شاء الله يقفل تونس شكرا جزيلا لكم إن شاء, الله, ليكم. شكراً إن شاء الله, الله ما فما كان الخير ان شاء الله متفائلين ديما لانه قدرنا ان نتفائل ما عندناش خيار اخر الزنقه وصلت بينا لهنا وإن شاء الله فما بسيس من الضوء ومن النور يحملوا الشعب التونسي كما حملوا نهار 14 جانفي شكرا جزيلا لحضوركم وأي إنسان تحس أنه تكلموا عليه اليوم مستعدين كل شيء عنا وكلامكم لها مسؤولين عليه شكرا جزيلا لكم شكراً ويعطيكم شكراً الصحة شكراً شكراً. تربين فما كان الخير وكما قال الشهيد شكري بالعيد اللي حبوا يسكروا له هذا الصوت وهذا الصوت الحر اللي الكلنا نقفل تونس اذا هذا الشعار زاد بشوي شعار هذه الحصه نقفل تونس ان شاء الله على خير